هلا صارت معنا نوري حسين حاج محو، رسامة من عزاز. يسعد صباحك يا رب. صباحك يا رب. بالعادة لما يقولي صباح النور يا نور فألا ما تقطع معه، فأنا ما قلت لي صباح النور طب ما تقطع معي. شلون زينة؟ والله الحمد لله تمام. أنت أم لطفلين ومعيلة. نعم. لأسرتك وعندك موهبة الرسم وأنت والصغيرة، إمتى بلشتي تطوري هاي الموهبة وكيف اكتشفتي هاي الموهبة؟ والله بالبداية برحب بالقناية، برحب فيكم كلياتكم، أهلا وسهلا فيكم، نورتوني. أنا كانت موهبتي من الصغار من الصف الأول. أنا كنت متفوقين من المدرسة، بس كان عندي من الرسم إدمان، يعني مستحيل أشارك بالدرس أو أحل وظيفة من دون ما أرسم على الكتب بالرسم. كانت أيوة ما بس نفكر، يعني هو طريقي للتفكير للدراسة كان الرسم. أي بس فترة قطعت فترة إنه أنا تزوجت بسن مبكر، ونسبة للعادات وتقاليد أهل عزاز كان عنا يعني إنه المرأة صعب إنه يعني ترسم أو هيك. بس بعد الثورة ما كان في تشجيع. أيوة أبدا نهائيا. بعد الثورة والله صار يعني عندي وقت فراغ كبير، خصوصا بعد استشهاد زوجي الله يرحمه. الله يسلمك يا رب. فحبيت انه انا يعني بعد ما كبرت ولادي وصار ولادي انه يحسن يعتمدوا على نفسهم، صرت التفت لنفسي، حبيت اني شجع حوالي طور موهبتي، اتعلم اللي ناقصني. فسمعت انه في مركز بعزاز اسمه مركز الاناضول لتعليم المواهب الرسم، حبيت روح شارك فيه. حلو. وكانت بدايتي من مركز الاناضول. بهاي البدايه نور تعلمتي الحرق على الخشب؟ تمام. شفت الطالبات تعب حرقوا على الخشب. انا يعني قلت له الاستاذ محمد ابراهيم انه انا مستحيل، هو المدرب عنا ما بعرف احرق على الخشب. قال لي لا بتعرفي انت رسامه وكل شيء بتعرفي. مسكت الجهاز الكاوي ما لقيت اي صعوبه فيه، وكاني ماسكه قلم رصاص. قلم وعم ترسمي نهائيا. صحيح صحيح. اول رسمه يعني رسمتي يا نور شو هي بالحرق على الخشب؟ ثلاث لوحات صغار. اول وحده كانت عصفور، والثانيه بنت بيركي على شجره، والثالثة كانت ديبري فراس ورب العالمين. تحبي الحيوانات؟ يعني كثير عشقي، خصوصا الحصن. ما احلاكي. طيب نور، يعني عرفنا من خلال الماده انه تعلمتي بالمركز الحرق على الخشب وانت بترسمي على جدران، وايضا كان عندك رسومات سابقه، هل سبق وشاركتي بمعارض؟ شاركت بمعرض شتات اللي انعمل من فتره 4 شهور، مركز الاناضول ومركز يونس امرا. حلو. اللوحات ايضا اللي بترسميها نور، يعني في افكار معينه، في قضايا معينه بتعبري عنها، ولا لا خلص انه انت ماشي بنمط معين واحد؟ لا والله رسمت، يعني بحب انا ارسم اي شيء بخطر على بالي، اي شيء بشوفه. هو الرسم تجسيد يعني الارض الواقع، يعني الرسم مثل ما قلت له امس للاستاذ الزميل انه الرسم يعني مشاعر مكبوته بالروح، بتعبر عن بعبر عنها الرسام، سواء بالحزن بالفرح بالعصب بالتعصيب، يعني بحالات الكتمان النفسي. صح. اي شيء يعني اي شيء بعبر عنك. كثير حلو نور، عم نشوف اكيد رسوماتك نحن وعم تشتغلي فيها، وعن جد رسوماتك كثير حلوه. بما انه انت يعني كنت كثير تحبي الرسم، وحتى كنت تفضليه حتى على الدراسه التقليديه، هي المواد التقليديه، ورجعتي لمركز الاناضول وحبيتي تطوري من موهبتك، هل بتفكري تعطي دروس او تطوري من موهبه سيدات يمكن مروا بنفس ظروفك عندهم نفس الموهبه؟ ايه يا ريت والله. هلا حاليا حلمي اني اتعلم اصنع لوحات ساعات بماده الريزن، بصنع طاولات خشب منه، ساعات حائط يعني كثير ملفته للنظر. صحيح. مثلا اشكال كثيره، مثلا خصوصي حيوانات، عشقي انا رسم الحيوانات وصناعتهم، يعني كتماثيل صغار هيك. هلا بدي اطور موهبتي اتعلم ماده الريزن. نور شو في فكرات معارض جديده رح تدخلي فيها او حتى حتشاركي فيها، او فكره معرض خاص مثلا؟ لا والله بس هلا بدي اشتغل على حالي. هلا لسه يعني ما في معرض، بس هلا بدي اشتغل على حالي لحتى اتعلم ماده الريزن، وبدي اصنع منها يعني شيء جديد بعزاز. طيب وين ناوية تتعلم الريزن؟ هل ممكن على اليوتيوب؟ لأنه في كتير سيدات وأشخاص صدفناهم بكافة الأعمال الفنية بيقولوا أنه اليوتيوب أحياناً بيعلم كتير شغلات. كان بداية الطريق. صح. تماماً. هل ممكن تستخدمي اليوتيوب حتى تتعلميها؟ أكيد 100%. أنا يعني اليوتيوب هو كان له الفضل الكبير
انه انا يعني بصراحه انا ما حدا علمني، انا بس مجرد انه وقت رحت على المركز الاناضول استاذ محمد ابراهيم علمني ادمج الوان الاكريليك، لانه هي الصراحه ما كانت يعني متعلمتها. انا بعرف ارسم بالفحم وبالرصاص، بس هو علمني ادمج الالوان بلوحات الاكريليك الكبيره مثل اللي وراي يعني. الاستاذ محمد ابراهيم اللي علمني فيها اكيد نصبح عليه الاكبر لليوتيوب. نور، بتفكري تعلمي بناتك او عم يتعلموا منك شيء او بعدهم صغار بالعمر؟ والله عندي بس بنت وبريد كثير اعلمه، بنت وصبي. بنتي عمرها 14 سنه، بريد كثير اعلمه. الى كثير اعلمه إيه الى مراقبه هاي القصص او في موهبه معينه مثلا؟ والله ما في موهبه، ولانه ما في موهبه بتلاقي صعوبه. اكيد طبعا الرسم موهبه من الظهر، يعني هو عمليه محاكاه لما يستشعره الرسامه في داخله، يعني الرسم من معاني او ما يراه على ارض الواقع. يعني اليوم نحن الرسامين بنحس انه الفرشايه الرسم اللي عندنا هي سلاح المحارب بالمعركه. طيب خلينا نحكي شوي عن واقع النساء بالشمال. يعني انت ام ومعيله للطفلين، واليوم لقيتي شويه وقت حتى يمكن يعني تكون مهنه هاي الموهبه اليوم تحولت. كيف ظروف النساء بالشمال خاصه المعيلات لاسرتهم؟ والله اول شغله اغلبهم تحاكمتهم العادات والتقاليد، خصوصي نسبه النساء الشايلين هم اولادهم، يعني نساء الشهداء حاكمته العادات والتقاليد. قلت لك نحن هون بعزاز شعب محافظ جدا جدا، يعني بعد الثوره وصار عندنا اختلاط كبير بين كل المحافظات من حمص ومن حماه ومن ادلب، صار هون شوي انفتاح يعني عند العالم، انه صار انه يقولوا مثلا عادي ايه بصير. بس قبل كانت اعزاز كثير كثير في يعني محافظه عادات تقاليد عايشين تحت صل كلمه عيب ما بصير، هي الكلمه يعني عايشين تحت ما يعني كرهونا عمرنا فيها. سلامة عمركم جميعا، واكيد يعني حاج بقى لازم يعني نوقف نحكي على بعض، ما نوقف على بعض على نكشه. اليوم في كثير نساء اثبتوا نفسهم هن معيلات لاسرهم وعم يشتغلوا كله بالحلال، عم يتعلموا مهنه وعندهم موهبه، لانه بالنهايه ما حدا بيشيله الا رجلينه اللي هي عم يشتغل فيها. فبدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق، واكيد بوساتنا للصبي والبنوت. شو اسمعهم؟ حسن عمره 19 سنة، ما شاء الله مو مبين عليكي ابدا، تبارك الرحمن. والله الزواج بال 14 سنة، هي كمان جريمة يعني تبع الزواج المبكر، لازم ايضا يعني نحكي فيها مطولة. نور حسين حاج محو رسامة كنت معنا، كنتي معنا من اعزاز، شكرا لك. تسلمي 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 كثير، يا هلا.